بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا شباب هنتكلم في التسجيل دوت على مواضيع الادرينال جلاند. مواضيع طبعا فيها مواضيع كتير نظري، ماشي؟ كل الكلام بتاع النظري هتذاكره، بس بقى فيها شويه كلام تستات كده عملي، عايزك تركز معايا فيهم شويه، يعني اديني شويه تركيز كده، ولو حابب تكتب ورايا اكتب ورايا، الدنيا تتنظم معاك. ظبط التسجيل دوت، ولو لو حكمت تسمعه مرتين اسمعه مرتين عشان التسجيل ده يتظبط معاك، لان في شويه اسئله حلوه، اسئله اقصد عمل، يعني كلام جديد ما تقلش في النظري بس مش كتير، ما تتخضش، اسمع الكلام وافهمه كويس وخلاص والدنيا تمام. طيب هنبدا نتكلم على الديس اوردرز بتاعتنا، ازاي اشخصها، ايه الانفستيجيشن بتاعتي اللي بعملها عشان اشخص الديس اوردرز اللي عندنا. طب ايه هم الديس اوردرز عندنا حلوين؟ ها، عندنا الكوشنج زياده الكورتيزون، وعندنا الكونز زياده الالدوسترون، وعندنا الديفيشنسي بتاع الاثنين اللي هو الاديسون، وعندنا الكونجينيتال ادرينال هايبر بليزيا اللي هو بتاع الادرينال جلاند. ادي 4 امراض اهم، كل واحد كان يتكلم عنه واحده واحده، وركز معايا ونشوف بنشخصهم ازاي. نبدا بالكوشنج. اول حاجه طبعا لو جاب لك الصوره الجميله دي، لو شفت الصوره دي خلاص ده عيان كوشنج اهو، واضح حافظين شكله، ده عيان الايه؟ الكوشنج. طيب المانيفستيشن بتاعته والكلام ده كله طبعا انت المفروض تظبطها من نظري، وانت ان شاء الله انت حنت عليها ومظبطها، فلما تتسال فيها تجاوبها بكل سهوله ان شاء الله. طيب تعالى بقى للايه، للمخطط الجميل ده كده، عاوز تكتبه معايا تاني اكتبه، عاوز تركز معايا على الصوره ركز معايا قوي. بصوا حلوين، بيقول لك ايه الكوشنج ده؟ الكوشنج عشان اشخصه بيظهر الاول كلينيكال فيتشر، باين على الشكل بتاعه كده ان هو كوشنج، انا عايز اشخصه بقى بالتحاليل. التلات تحاليل اللي بعملهم في الاول، بص كده، حاجه اسمها ليت نايت سليفري كورتيزون، ليت نايت سليفري كورتيزون، انا بقيس الكورتيزون في السلايفا. وفي حاجه بقى اللي هي ايه، الفيرست ستيب اللي ببدا بيها، لو قال لك ايه اول خطوه تبدا بيها مع عيان الكوشنج، قول له لا مكتوبه رقم 2 عندكم دي، اللي هي 24 اور فري كورتيزون في اليورين، 24 اور يورين فري كورتيزون. يعني بعمل ايه؟ بجمع البول بتاع العيان دوت خلال 24 ساعه واشوف كميه الكورتيزون اللي فيه، ماشي؟ لو لقيتها قليله عن رقم معين، لو لقيت الكورتيزون زياده عن رقم معين، يبقى عنده كوشنج. ايه الرقم والتفاصيل بتاعته؟ مش علينا، اعرف بس اسم التست. يبقى اول حاجه ليت نايت سليفري كورتيزون، 24 اور فري كورتيزون، بجمع الكورتيزون بتاع العيان في اليورين بتاعه لمده 24 ساعه. ورقم ثلاثه مهمه جدا اسمها لو دوز ديكساميثازون تيست، اسمه كده لو دوز ديكساميثازون سبريشن تيست، اسم التيست كده ديكساميثازون سبريشن تيست لو دوز. يعني ايه ديكساميثازون سبريشن تيست؟ يعني والله يا شباب انا بجيب حقنه واحقن العيان، حقنه ديكساميثازون بجرعه صغيره. طب هو الديكساميثازون ده بالله عليكم تبع ايه اصلا؟ تبع الكورتيزونات. جميل. انا دلوقتي لما احقن العيان كورتيزون من بره، المفروض الاي سي تي اتش، المفروض الاي سي تي اتش اللي طالع يحصل له ايه؟ المفروض يقل، صح ولا غلط؟ المفروض يحصل سبريشن، المفروض يحصل سبريشن للكورتيزون بتاع الجسم، لان الاي سي تي اتش اللي فوق هيقل، انا اديت كورتيزون من بره وبالتالي الكورتيزون بتاع الجسم حصل له سبريشن. ده التست ده البوزيتيف اللي هو في ايه، في اي حد فينا، اي حد فينا كده عملت له التست دوت وحصل سبريشن، يبقى عنده دوت نورمال. تمام. انا دلوقتي عملت لو دوز ديكساميثازون تيست واديته للعيان، لقيته ايه؟ ما حصلش سبريشن، لقيت الكورتيزون بتاع العيان لسه ايه، لسه عالي، لقيت الاس تي اتش لسه عالي زي ما هو، خلاص يبقى دي المشكله يا شباب كده ايه، دوت كده عنده كوشنج سندروم. ايه اللي عرفك؟ عملت له ديكساميثازون باللو دوز سبريشن تيست، وبص لقيته ما استجابش، لقيته ما حصلوش سبريشن. المفروض النورمال، ريزلت ان هو يحصل له ايه؟ سبريشن. طب النيجاتيف ما حصلش سبريشن، يبقى عنده دوت ايه؟ كوشنج. طيب يبقى كده انا دلوقتي ماشي معاك في المخطط دوت. اول 3 نقط عملنا 3 تحاليل اهمت، عملنا 3 تحاليل اهو، ليت نايت سليفري كورتيزون، و24 اور يورين فري كورتيزون، ولو دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. لو حصل سبريشن ده نورمال، ما حصلش سبريشن يبقى عنده اب نورمال، عنده كوشنج سندروم. طيب نكمل، عاوزين نحدد بقى نوع الكوشنج. قال لك والله هتقيس الاي سي تي اتش ليفل، ده بالعقل بالعقل، لقينا الاي سي تي اتش سبريست، معنى كده ان العين ده برايمري كوشنج ولا سكندري كوشنج؟ برايمري. عرفت ازاي يا دكتور؟ ان الادرينال جلاند بتطلع كورتيزون كتير، فالاي سي تي اتش اللي جاي من فوق سبريست، الاي سي تي اتش اللي جاي من فوق سبريست، يبقى العين ده كده ايه، خلاص اي سي تي اتش اندبندنت، يعني المشكله اللي عنده مش بسبب الاي سي تي اتش، ده المشكله اللي عنده بسبب ان هو مشكله في الادرينال جلاند نفسها، ادرينال سورس، ماشي؟ او بيسموه برايمري. طيب لو لقينا بقى الاي سي تي اتش في النورمال ليفل بتاعه او عالي، يبقى كده المشكله مش في الغده، المشكله في الايه، المشكله في سبب تاني سكندري، فبيسموه اي سي تي اتش ديبندنت كوشنج، يعني ده كوشنج بسبب الاي سي تي اتش العالي اللي طالع، ماشي؟ قال لك الاي سي تي اتش ده ممكن يطلع من البيتيوتري نفسها زي ما قلنا في النظري، وممكن يطلع من اكتوبيك تيشو، يعني مكان تاني. طيب عشان احدد بقى اعرف هو هل هو طالع من البيتيوتري ولا من مكان تاني، اعمل ايه؟ بنعمل تيست اسمه هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. الله، بعمل تيست اسمه ايه؟ هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. والله التيست دوت بيعمل سبريشن، للاي سي تي اتش اللي طالع من البيتيوتري. طب اللو دوز اللي انت كنت عامله يا دكتور فوق، اللو دوز اللي انا كنت عامله فوق دوت بيقلل الكورتيزون، بيعمل سبريشن للكورتيزون اللي طالع من الغده نفسها،
تمام. فما كانش بيحدد، كنت بقول لك كده لما انا ادي كورتيزون بلو دوز، ادي ديكساميثازون يعني بلو دوز وما يحصلش سبريشن، يبقى العيان ده عنده كوشنج. انه نوع ما اعرفش، هنزل الخطوه اللي بعدها في المخطط زي ما احنا ماشيين كده، نقيس الاي سي تي اتش، لان الاي سي تي اتش قليل يبقى خلاص دوت برايمر كوشنج، وايه والكورتيزون طالع عالي فعمل نيجاتيف فيدباك وقلل الاي سي تي اتش. طيب لو لقيت الاي سي تي اتش نورمال او عالي، لا ده المشكله بقى ايه المره دي؟ اي سي تي اتش ديبندنت، المشكله بسبب الاي سي تي اتش، المشكله سكندري، المشكله مش الغده نفسها. خلاص قالك نعمل تيست تاني عشان نتاكد بقى هل هو من البيتيوتري ولا من مكان تاني اكتوبيك. هتعمل حاجه اسمها هاي ديكساميثازون سبريشن تيست، وانت قلت لي الهاي دوز بتعمل سبريشن لمين؟ للاي سي تي اتش اللي طالع من البيتيوتري. جميل، التيست دوت يا شباب طلع بوزيتيف وعمل سبريشن للاي سي تي اتش، يبقى المصدر بتاعه جاي منين؟ خلاص من البيتيوتري. المصدر بتاعك جاي من البيتيوتري، لان احنا اتفقنا لما بندي كورتيزون بهاي دوز بيعمل سبريشن، او لما ندي ديكساميثازون بهاي دوز تعمل سبريشن للبيتيوتري. حصل سبريشن يبقى خلاص، يبقى النوع بتاعنا ايه؟ بيتيوتري كوز او بيتيوتري سورس، كوشنج ديزيز جاي من البيتيوتري. طيب لقيت يا شباب بعد ما اديت هاي دوز من الديكساميثازون مفيش سبريشن، لسه برده الاس تي اتش عالي، مش راضي يحصل سبريشن ليه؟ خلاص يبقى المره دي بقى المرض دوت ايه؟ اكتوبيك سورس. اكتبه سورس. يبقى شباب ده كده المخطط بتاعك، ظبطه تاني، عاوز تكتبه ورايا اكتبه. الجزء اللي في اللي تحت دوت انفيرو بيتروزال ساينس سامبلنج ومش عارف ايه والكلام ده فكك منه. ممكن اعمل ام ار اي واصور لو في تيومر، اعمل ام ار اي رنين مغناطيسي واصور اشوف التيومر لو موجود في تيومر في البيتيوتر ولا حاجه. بس ده الكاسكيد اللي احنا هنمشي عليه زي ما قلت لك كده. الكوشنج هقيس ثلاثه، اعمل ثلاث تيستات في الاول، بعد كده ثلاث تيستات دول طلعوا ابنورمال او كفايه قوي التيست رقم 2 ماشي، وكفايه برده اللو دوز ديكساميثازون تيست عملته طلع ما حصلش سبريشن، يبقى العيان عنده كوشنج. بقيس ال 24 اور يورين كورتيزون في اليورين لقيته عالي، يبقى دوت برده عنده كوشنج. عاوز احدد نوع الكوشنج اعمل اي سي تي اتش ليفل، لقيت الاي سي تي اتش سبريست والفيدباك شغال يبقى المشكله برايمري، ان الهرمونات الكورتيزون اللي طالع من الغده نفسها عالي فعمل سبريشن، عمل فيد نيجاتيف فيدباك وقلل الاي سي تي اتش. طب الناحيه الثانيه لقيت الاي سي تي اتش نورمال او هاي، وده المشكله في حاجه تانية غير الغده، المشكله في الايه؟ في الاي سي تي اتش نفسه، اي سي تي اتش ديبندنت. يبقى المشكله يا اما الاي سي تي اتش طالع كتير من البيتيوتري او طالع من مصدر تاني. عشان احدد هو طالع من البيتيوتري ولا من مصدر تاني اعمل ايه؟ اعمل التيست اللي اسمه هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. اشمعنى هاي دوز؟ لان الهاي دوز ده بيعمل سبريشن للاي سي تي اتش اللي طالع من البيتيوتري. لقيت والله عمل سبريشن، يبقى خلاص يبقى المشكله بيتيوتري فعلا. لقيت مش راضي يعمل سبريشن برده، لسه الاي سي تي اتش عالي، خلاص يبقى اكيد طالع من مكان تاني غير البيتيوتري، اكيد طالع من اكتوبك تيشو. تمام يا شباب الحته دي كده يا رب يكون اتفهم. طيب نخش بعد كده على المرض التاني ده الكوشنج، نخش على الكونز سندروم. ادي الكونز يا شباب، قصدي الكونز اهو. نخش على الكونز اللي هو زياده في الالدوستيرون. الكلام اللي مكتوب فوق دوت ده، الكلام اللي مكتوب فوق ده اهو، المكتوب فوق ده كله يا شباب دوت ايه؟ اعراض الهايبر الدوسترونيزم اللي هو الكونز سندروم، الهايبر تنشن وهايبوكاليميا وهايبر ناتريميا والكلام بتاع الايه، بتاع الكوشنج، بتاع الالدوسترون اللي انت عارفه كله، مش الهايبر الدوسترونيزم. التيست بتاعه هعمل له ايه؟ قال لك والله عشان احدد المشكله بتاعه الالدوستيرون او الكونز سندروم او الهايبر الدوسترونيزم هقيس حاجتين اتنين، اقيس الرينين وقيس الالدوستيرون. هو مكتب لك اختصارات ما تخضكش، البي ار اي بلازما رينين اكتيفيتي، اشوف الرينين في الدم ماشي، البي اي سي البلازما الدوستيرون كونسنتريشن، اشوف الالدوستيرون في الدم بكل بساطه، تشوف الرينين في الدم وتشوف الالدوستيرون في الدم. طيب بص معايا كده، رحت على الناحيه اليمين اهوت في الرسمه، لقيت والله الرينين قليل يعني ما فيهوش مشكله، والالدوستيرون نفسه هو اللي عالي، خلاص يبقى كده المشكله ملهاش اي علاقه بالرينين، المشكله كده في الغده نفسها، يبقى برايمري هايبر الدوسترونيزم. سهله ولا صعبه؟ سهله. طيب عشان اتاكد ان المشكله برايمري هايبر الدوسترونيزم هعمل ايه؟ هحقن العيان دوت يا شباب بصوديوم، تيست اسمه صوديوم لودنج تيست، هحقن العيان بصوديوم. طيب واشوف هو العيان الطبيعي، الشخص الطبيعي قصدي، الشخص الطبيعي لما اديله صوديوم المفروض الالدوسترون يحصل له ايه؟ يحصل له سبريشن. ليه يا دكتور؟ لان الالدوسترون دوت بيعمل سولت ووتر ريتينشن، بيحبس صوديوم في الجسم. طب انا اديتك من بره صوديوم، يبقى الالدوسترون يحصل له ايه؟ سبريشن، الالدوسترون يقل. ده في الشخص الطبيعي. جيت على العيان بتاع البرايمري هايبر الدوسترونيزم واديته صوديوم، لقيت لسه الالدوسترون عالي، خلاص يبقى العيان دوت كده فعلا انا اتاكدت كونفيرمد ان هو هايبر او برايمري هايبر الدوسترونيزم. سهله ولا صعبه دي؟ سهله جدا. طب تعالى الناحيه الثانيه، لما قست الرينين اكتيفيتي ولما قست الالدوستيرون لقيت الاثنين عاليين، قست الرينين وقست الالدوستيرون لقيت الاثنين عاليين، والله كده انا ابصم بالعشره واحلف ان المشكله مش في الغده نفسها، امال المشكله في مين؟ في الرينين. مش احنا عارفين يا شباب ان في حاجه اسمها راس رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، صح ولا غلط؟ يبقى كده لو في اي حاجه في الجسم بتطلع رينين، لو في اي مشكله عامله هايبوفوليميا، لو العيان بيستخدم دايوريتيك وعنده هايبوفوليميا، يبقى خلاص الرينين هيعلى ويعمل هايبر الدوسترونيزم. بس في الحاله ديت مش هيبقى برايمري، الحاله ديت هيبقى ايه؟ سكندري.
تمام. احفظ لك ثلاث اسباب من السكند، لو كتبت كذا سبب اهوت، في حاجه اسمها رينو فاسكولار هايبر تنشن، وفي دايوريتيك يوز، وفي رينن سيكريتنج تيومر، وفي كو اركيتيشن اوف اورتا. احفظ لك ثلاثه منهم كفايه او كده تمام. الحته دي يا شباب يلا تاني بسرعه كده، دوت التستات بتاعه الهايبر الدوسترنيزم. والله الموضوع سهل، محدش يقلق نفسه، الموضوع سهل خالص وبسيط. بص يا شباب الموضوع دوت اسمه الكونز سندروم. ايه التحليل اللي بتعملها؟ بقيس حاجتين في الدم، بقيس الرينين وبقيس الالدوسترون. والله العظيم لو لقيت الرينين لوحده، لو لقيت الالدوسترون لوحده هو اللي عالي والرينين مش عالي، ما فيهوش مشكله، يبقى خلاص، يبقى الالدوسترون هو السبب، يبقى المشكله المره دي برايمري هايبر الدوسترنيزم. هاو تو كونفيرم؟ اكونفيرم ازاي؟ اعمل حاجه اسمها صوديوم لودنج تيست. عملت الصوديوم لودنج تيست، المفروض الشخص الطبيعي اللي ما عندوش اي مشكله يحصل سبريشن للالدوستيرون، لان خلاص انا اديته ملح اهو، ما حصلش سبريشن، يبقى المشكله عند العيان دوت برايمري هايبر الدوستيرونيزم. تقول له اللي هو بالرغم انا اديت العيان ملح، بالرغم ان انا عبيت العيان ملح، وبالرغم من كده برضو الالدوستيرون عمال يطلع، خلاص يبقى اكيد في تيومر في الغده عمال يطلع الدوستيرون. وصلت الفكره؟ يبقى كده برايمر هايبر الدوستيرونيزم. طب تعالى في الناحيه الثانيه، لقيت الرينين عالي والالدوستيرون عالي، احلف بالله واقول والله الالدوستيرون ده هو عالي بسبب الرينين، بسبب الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم الراس، يبقى كده شباب المشكله سكندري، سكندري هايبر الدوسترونيزم، واقول له ثلاث اسباب من ثلاث اسباب بتوع السكندري. تمام يا شباب؟ تمام تمام. تعالى نخش في المرض الثالث اللي هو الاديسون. الاديسون ده بقى ديفيشنسي بتاع الثلاثه ليرز، الثلاثه زونز الهرمونات اللي طالعه منهم قليله خلاص. طيب هنعمل ايه يا شباب عشان نشخص الاديسون؟ قال لك تعالى نبص على الكورتيزون كده ونقيس الليفل بتاعه اهو. بص معايا على المخطط ده كده، الساعه 8 الصبح قيس الكورتيزون. اشمعنى قيسه الساعه 8 الصبح؟ لان هو بيزيد قوي الصبح، احنا عارفين الكورتيزون بيزيد الصبح، فنجيب العين الساعه 8 الصبح ونقيس الكورتيزون. والله العظيم لقيت الكورتيزون اعلى من 15، لقيت الكورتيزون اعلى من 15، اعمل رول اوت. يعني اعمل رول اوت؟ ايه كلمه رول اوت دي؟ يعني خلاص اقول له كده العيان باي باي باي، انت مش اديسون، انت مش اديسون. ليه؟ لان الكورتيزون عندك الصبح بدري اعلى من 15، ده انت زي الفل يا عم الحاج. طيب لقيته اقل من 3 يبقى اكتر من 15 زي الفل، رول اوت خلاص استبعد. اقل من 3 يبقى خلاص دوت عنده ايه؟ عنده اديسون، دوت عنده اديسون. طب ما بين البنين من 3 ل 15؟ قال لك والله في احتمال من 2، في احتمال من 2. هنعمل ايه يا شباب؟ هندي له اي سي تي اتش ونستنى نص ساعه، هندي له اي سي تي اتش ونستنى نص ساعه. بعد ما ادينا له اي سي تي اتش وبعد نص ساعه استنينا، لقينا الكورتيزون عالي، خلاص ده برده زي الفل، رول اوت، يلا مع السلامه، انت ما عندكش حاجه. هتبص بعد ما اديته اي سي تي اتش اللي هو بيروح على الغده يعمل لها سيموليشن، اي سي تي اتش يزود الكورتيزون اهو، لقيته زاد اعلى من 18، خلاص يبقى اكنه زيه زي الاكتر من 15 من فوق اللي انا بدات من الاول خالص. لو طالما اديته اي سي تي اتش وبعد نص ساعه زاد باكتر من 18 يبقى العين زي الفل، يلا سلام، انت كده حلو. طب اديته الاي سي تي اتش ولقيته اقل من 18 يبقى اكنه زي الثلاثه. تاني الحته دي يا دكتور، انا دلوقتي الكورتيزون بقيسه الساعه 8 الصبح، عندي ثلاث احتمالات، اكتر من 15، اقل من 3، بين البنين. اكتر من 15 يلا روح بيتكم، اقل من 3 لا خليك معانا في المستشفى، انت عندك اديسون. طب بين البنين من 3 ل 15 هعمل ايه؟ هعمل تيست اسمه اي سي تي اتش تيست، هدي له اي سي تي اتش واستنى نص ساعه، لقيت الكورتيزون عالي اكتر من 18 يلا روح زي زميلك ابو 15، روح معايا يلا البيت. طب لقيته اقل من 18 لا هتقعد معانا في المستشفى زي زميلك اللي هو اقل من 3. سهل الكلام؟ طيب تعال نشوف الناس اللي روحت، خلاص سيبك منها، تعال نشوف الناس اللي قاعده معانا في المستشفى بقى. تعال نشوف الناس اللي قاعده معانا في المستشفى، ها؟ هنعمل لهم ايه يا شباب؟ بيقول لك الاي اي اللي هو الادرينال انسفشنسي اللي هو الاديسون، يعني كلمه اي اي دي اللي هو ادرينال انسفشنسي او الاديسون كونفيرمد باي. اعمل له كونفيرميشن ازاي؟ اقيس الاي سي تي اتش، اقيس الاي سي تي اتش، عندي احتمال من اثنين، لو الاي سي تي اتش اليفيتد يبقى معنى كده الهرمونات اللي طالعه من الغده نفسها قليله. الغده اللي طالعه من الهرمونات اللي طالعه من الادرينال جلاند قليله، وبالتالي بالفيدباك الاي سي تي اتش هلاقيه اليفيتد، الاي سي تي اتش هلاقيه اليفيتد. طيب تمام يا دكتور، لقيت الاي سي تي اتش نورمال او قليل، اوه يبقى كده المشكله في حاجه سكندري، حاجه سكندري، في مشكله في البيتيوتر ما بتخليهاش تطلع اي سي تي اتش، وبالتالي حصل عندي اديسون، لان الاي سي تي اتش اللي بيروح يحفز السوبر رينال جلاند ما بيطلعش. وصلت كده يا شباب؟ ده كده التحاليل بتاعه الاديسون. نقولها تاني بسرعه، يلا تاني. هنقيس الكورتيزون الساعه 8 الصبح، هنقيس الكورتيزون الساعه 8 الصبح، لقيته اكتر من 15 روح بيتكم، لقيته اقل من 3 اقعد معانا في المستشفى انت عندك اديسون، لقيته من 3 ل 15 احتمال من 2 ادي له اي سي تي اتش واستنى نص ساعه، زاد عن 18 يلا روح بيتكم، اقل من 18 خليك قاعد معانا انت عندك اديسون. طيب اللي عنده اديسون دوت اعمل له كونفرميشن ازاي؟ اعرف هو برايمر ولا سكندر ازاي؟ اقيس الاي سي تي اتش، لقيت الاي سي تي اتش عالي، لقيت الاي سي تي اتش عالي يبقى المشكله في الغده نفسها، بدليل ان الهرمونات اللي طالعه من الغده قليله فعملت نيجاتيف فيدباك وزودت، ما هو الهرمونات اللي طالعه منها قليله فعملت نيجاتيف فيدباك وزودت الهرمونات اللي طالعه من الايه؟ من البيتيوتري. يبقى العين دوت كده برايمري ادرينال انسفشنسي او برايمري اديسون. تمام، لو لقيت الاي سي تي اتش قليل، لو لقيته نورمال او قليل، يبقى العين دوت عنده سكندري ادرينال انسفشنسي. تمام كده يا شباب، ده كده الثلاث امراض الاساسيين عندنا خلصوا. تعال نشوف المرض الاخير، مش مهم قوي بقى، بس ايه اللي عاوز بقى ايه يركز برده معايا فيه.
مرض اسمه كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا، كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا. طب بص، عشان المرضى تفهمه لازم تعرف ان الكورتيزون عشان يتصنع والالدوستيرون عشان يتصنع لازم لهم الانزيم اللي مكتوب بالاخضر ده 21 هيدروكسيليز. عشان يتصنع كورتيزون ويتصنع الدوستيرون 21 هيدروكسيليز، ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي يا دكتور. الاثنين دول عشان يتصنعوا الكورتيزون والالدوستيرون محتاجين 21 هيدروكسيليز انزيم. حلو، انا دلوقتي بقول لك ان المرض اللي اسمه ادرينال هايبربليزيا او كونجنتال ادرينال هايبربليزيا بيكون عندهم نقص في الانزيم ده، الانزيم ده مش موجود. حلو، يبقى الليفل بتاع الكورتيزون ماله والليفل بتاع الالدوستيرون ماله قليلين. ماشي، بالله عليك بالله عليك خلينا في الكورتيزون دلوقتي، اتكلم على واحد بس. لما الكورتيزون يكون قليل، لما الكورتيزون يكون قليل بالفيدباك الاي اس تي اتش هيحصل له ايه؟ هيعلى. طيب الاي اس تي اتش عالي وجاي على الادرينال كورتكس وعمال ينشط فيها ينشط فيها، مفيش غير واحد بس لقيته بيتصنع معايا والباقي ما بيتصنعش. مين اللي بيتصنع من الادرينال كورتكس؟ ملاقيش غير الاندروجين بس اللي بتتصنع. اشمعنى؟ لان الكورتيزون والالدوستيرون اللي بيصنعهم الانزيم اللي بيصنعهم مش موجود مش شغال. عشان كده العيان دوت هيزيد عنده قوي الاندروجين ويخش في حاجه اسمها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. المانيفيستاشن بتاعته ايه؟ من النظري. في الميل بيعمل ايه؟ في الميل بتبقى حاجات بسيطه، وفي الفيميل كنت بقول لك بيبهدل الفيميل، بيعمل لها حاجه اسمها فيرلايزيشن. تمام يا شباب؟ طيب الحته ديت اللي عايزك تعرفها في الامتحان، لو قال لي ايه اللي بعتمد عليه في التشخيص، ايه اللي بعتمد عليه في التشخيص الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا، اللي هو ده اهو اللي انا بشاور عليه، ده اللي انا بنقط عليه ده، اسمه 17 هيدروكسي بروجستيرون، 17 هيدروكسي بروجستيرون. تمام؟ ليه؟ لانه بيتراكم، هيبدا يتراكم. ماشي، لان البروجستيرون دوت المفروض هيتحول لالدوستيرون، انا دلوقتي مش عارف احوله، يبدا يتراكم بقى والميتابولايتس بتاعته تعلى. حاجه اسمها 17 هيدروكسي بروجستيرون، اعرف بس اسمه ايه. التحليل الدايجنوستيك للكونجنتال ادرينال هايبربليزيا ايه التست؟ 17 هيدروكسي بروجستيرون. تمام يا شباب؟ طيب اخر حاجه في الادرينال جلاند اهو، بيقول لك لما انا اشخص الادرينال اندروجين عايز اشوف اقيسها في الدم اللي هو الكونجنت ادرينال هايبربليزيا، بيقول لك ممكن نقيس ال17 يوريناري كيتوستيرويد. الكلام ده كنا واخدينه في البرودكشن، ال17 يوريناري كيتوستيرويد دوت الميتابوليزم الميتابولايتس بتاعت الادرينال اندروجين، بس الفكره ان هي ما بتطلعش من الادرينال جلاند بس، ممكن تطلع برده من الايه، من السكس هرمونز العاديه اللي بتتصنع في الجونادز عندنا. فبدي مش سبيسيفيك، ال17 يوريناري كورتيكوستيرويد مش سبيسيفيك، اللي هي 17 يوريناري كيتوستيرويد مش سبيسيفيك. طيب مين السبيسيفيك؟ مين الاكسكلوسيف؟ مين الاكسكلوسيف للادرينال جلاند؟ مين الاكسكلوسيف من المشكله ديت طالعه من السوبرا رينال؟ حاجه اسمها داهيه، دي اتش اي اي اس، داهيه دي اتش اي اي اس. فلما يجي لك الامتحان ان شاء الله يقول لك مين اللي اعتمد عليه سبيسيفيك للادرينال جلاند وجايب لك الاثنين دول، يخيرك بينهم قول له اختار مين، الداهيه. الثاني ال17 كورتيكوستيرويد مش سبيسيفيك، ليه؟ لانه ممكن يطلع من مكان ثاني زي الادرينال، زي الاي 6 هرمون اللي طالع من الجونادز، لكن الداهيه ده اكسكلوسيفلي للادرينال برودكت. كده يا شباب العمل بتاع الفسيولوجي كله تم بحمد الله، بالتوفيق يا رب.